مرحبا بكم قناة صوت الصحة تتنقل معتمدية القلعة الكبيرة لتغطية افتتاح دار الخدمات. الدار هذه اللي انتظرها المواطنين طيلة عقود الآن أصبحت واقعا. تابعونا، مرحبا بكم. اليوم احنا نشهد معنا افتتاح اول دار للخدمات بمدينة القلعة الكبرى، واللي هي بتضم 5 معناها مكاتب متاع خدمات مباشرة للمواطن، منها الصناديق الاجتماعية 3، وهي على التوالي صندوق التقاعد والحتة الاجتماعية، وصندوق التأمين المرض، وصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كيف معهم ان شاء الله استاج، ومعهم يعني مكتب للتشغيل. هذوما المكاسب 5 يصبح من خلالها المواطن القلعي هي معناتها يتمتع بالعشرة خدمات الإدارية الموجهة للمواطن. وأنا نقول مرة أخرى، هذا ليس بعزيز على القلعة، بحكم أنه مدينة يعني لها عمقها الاستراتيجي داخل ولاية سوسة وداخل الساحل ككل، مدينة يعني عندها وزنة، مدينة مترامية الأطراف، مدينة تعد تقريبا 70,000 ساكن. اليوم يعني دار كما هذه ومجموعة من المكاتب القلعة الكبار في أشد الحاجة لهم، وهذه معناتها حق من حقوقهم، واليوم هنيئا لهم به، ان شاء الله مبروك عليهم، ان شاء الله اول لبنه من لبنات يعني الانجاز تنضاف للمدينه هذه، تكون حلقه وسلسله من الانجازات المتتاليه والمتتابعه اللي شاركوا فيها. خليني نقول مجموعه لا باس بها من المسؤولين من مكونات المجتمع المدني، من الجمعيات، من المسؤولين السابقين، من زملائي اللي سبقوني لهنا في المعتمديه. فقط احنا استكملنا حلقه العمل بتخصيص مقر، اللي هما خلينا نقول سي سفيان يلومون فيه برشا، يقولوا لماذا اخترتوا المقر هذا، راهو راجع الى شحة ونضب يعني الرصيد العقاري لدى بلدية القلعة الكبرى، ما كانش عندنا برشا خيارات احنا باش نتوجهوا الى اماكن اخرى، كان بالتحديد زوز خيارات، هذا افضلهم. مضينا في قرار تخصيص ثم قرار تسليم المفاتيح، فيما بعد قمنا كبلدية بتهيئته، عملنا مع داخل رئاسة الحكومة بالتسريع في عملية فتحه، اليوم نجحنا إن شاء الله يعني في مجموع المكاسب الجديدة لمدينة القلعة الكبرى تتواصل. شكرا كذلك لساحل تي في اللي يتابع وتغطي على باستمرار عملية الإنجازات هذه وعملية الأنشطة المتواصلة. نقولوا للقلعة الكبار اليوم عندكم دار، توجهوا لها وحافظوا عليها كذلك، وما عادش عندكم معناتها توا عبء التنقل والسفر الى اماكن اخرى، سواء كان في اتجاه حمام سوسه او في اتجاه ولايه سوسه، الخدمه منكم واليكم قريبا لداركم. كيف رانا نتوجهوا لاماتنا واخواتنا النساء الكبار اللي هما ديما يتشكاوا داخل المعتمديه انهم يتنقلوا ومعناها ويتعبوا باش يتحصلوا على الخدمه نتاعهم هذه اللي هي حقهم. مرحبا بكم سوس تي في في القلعة الكبيرة. مبدئين اليوم احنا صبحنا على افتتاح المكتب هذايا متاع الكنام والسناساس والستيك، هو بالواقع انجاز عظيم من ناحية الوحدة، لكن هو انجاز صغير بالواقع معناها حكاية التكلفة، لكن عظيم بالنسبة لخدمته ولخدماته القلعة الكبيرة والحاجات اللي مش يوفرها لباتنا وأريحية متاعهم والتنقل متاعهم اللي هم رجال كبار، فهمتني؟ بالنسبة لأمورهم الصحية. دونك المكتب هذا يندرجه بالواقع ثمرة خدمة برشا ناس، خدمة نواب، خدمة سلطة محلية، خدمة سلطة جهوية، خدمة سلطة وطنية. دونك معناها اجتمعت فيه كل
كل الخيان المواطنين المجتمع المدني اللي كتب وعبر عن رغبته في فتح هذا المكتب. اليوم يقع افتتاحه كما قلت أنا بكري لبعض الخيان. هو سيفي بالحاجة حينيا، لكن ما هوش مش يفي بالحاجة على بعد 3 أو 4 سنوات، لأنه كما قال السيد المدير الجهوي بكري دونك معناها مش يكون معناها سكان كندار والأرياف والسكان ممكن سيدي بوعلي يمشي يتجهوا للمكتب هذا. هذا مش يخلق فيه اكتظاظ، ما تعرفوا انتم القلعة كبيرة ممكن من أكبر المعتمديات في معتمديات سوسة الشمالية، فهمتي دونك من أكبرهم، دونك جي ثالثة على مستوى المعتمديات في الولاية، لكن ممكن نعتبرها الأولى بارابور للنومبر فهمتي والكونسنتراسيون دي زابيتون بالنسبة للمنطقة الشمالية سوسة الشمالية فهمتي. دونك هذا دونك احنا انا كنت ننتظر، احنا كما قلت بكري دونك للخيان نحاولوا باش نحلوا مكتب اخر باش يخف الضغط في كوندار او نفيذه، والا اذا كان يلزم باش نعملوا مكتب محلي بولايه سوسه بمعتمديه سوسه الشماليه لازم يكون اول حاجه في منطقه عمروريه كبيره اللي ما تعطلش الناس هنا في وسط البلاد، وهذا ما تعرف فهمتي مكتب اوسع، وان شاء الله السلطات نخدم عليه في المستقبل. توتي فاسون هذا ما كانش بالسهل، لانه امكانيه وزاره الشؤون الاجتماعيه ما كانش عندها امكانيات باش تبني مقر، دونك مشكوره البلديه اللي وفرت المقر هذايا ونظمته وحسنته فهمتي باش يستقبلوا فيه المواطنين، وان شاء الله هذه بدايه دونك تفض المشكل حيني، ونحاولوا نقعدوا نخدموا مع السلطات الجهويه المحليه لايجاد هي السلطات الجهويه المحليه مع بعضنا الكل فهمتي، مجتمع مدني نواب جمعيات فهمتي لخيان الكل باش نحاولوا نحسنوا من مستوى الخدمات ومكتب اكبر من هكا. وبارك الله فيكم انتم على اهتمامكم بالمواضيع هذه اللي تهم المواطنين والشأن العام، ويعطيكم الصحه وبارك الله فيكم. السلامة، عبد الفتاح حسين مدير بصندوق الوطن الاجتماعي ورئيس مكتب المحلي بحمام سوسة اللي ترجع له بالنظر دار الخدمات بالقلعة الكبرى اللي احنا توا في صدد مع تدشينها او بداية العمل فيها يوم 27 جوان، بداية العمل الفعلي 27 جوان 2018. الدار هذه كانت عمل ومطلب من جهة القلعة الكبيرة اللي هي منطقة واسعة وشاسعة بمؤسساتها وبمواطنيها اللي هما يتكفلوا بعناء السفر إلى نعتبره سفر بالنسبه للعموم الى حمام سوسه والضغط الموجود. دونك من هنا ومن الضغط ومن التعب جات دار فكره دار الخدمات، وكانت عندها معناتها سنوات تفكير فيها وتحذير لها. الى حد الان اليوم 27 جوان بدينا نخدم والحمد لله بامور لوجستيه وبشريه كاملة إن شاء الله. دار الخدمات هذه تحتوي على 5 مكاتب، مكتب للصندوق الوطني للدعم الاجتماعي، مكتب استقبال للصندوق الوطني للتأمين على المرض، مكتب استقبال للصندوق لا سي ان ار بي اس دونك، وفما مكتب للتشغيل ومكتب آخر للستيج. دونك هذوما المكاتب الكل كاين مش يزديو الخدمات بتاعهم مسؤول الخدمات بتاعهم لمواطنين القلعة الكبيرة، وإن شاء الله يخفوا لهم من بعض العناء اللي هم متكبدينه وإن شاء الله يفرحوا به. الحاجة الوحيدة اللي نحب نأكد عليها لمواطني القلعة الكبيرة نظرا
ربما 5 مكاتب وخمسة خدمات تعطاها في نفس الوقت، أكيد وأن الفضاء ما يكون قد ما هو مهيئ ما هوش كبير برسا، مش يصير بعض الاكتظاظ. نطلب من الخيان، نطلب من مواطني القلعة الكبيرة يحافظوا على المكسب بتاعهم هذا، وكذلك نوع ما من برودة الدم وعدم التشنج، ومحاولة على الأقل إعانة رئيس دار الخدمات اللي هو مش توضع على ذمتهم، فهمت، لأداء مهامه وللأعوان يكونوا مرتاحين في هالفضاء هذا، وإن شاء الله بالتوفيق ليهم، وإن شاء الله يكون هالمكتب هذا ولا هالمكسب هذا يزيد يتطور، ولما لا أنه كل دار كل مكتب خدمات موجود اللي هما 5، علاش لا ما يكونش مكتب محلي بالقلعة الكبيرة، كسوة مكتب محلي لصندوق الوطني الاجتماعي أو مركز لصندوق الوطني للتأمين على المرض أو CNRPS صندوق الوطني للحيطة للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وكذلك بروكوباستي كيما موجود السونات ومكتب الشغيل كيما موجودين في بعض المعتمدات الأخرى، لأنه القلعة الكبيرة قلعة كبيرة اسم على مسمى وبمواطنيها بإطاراتها بمؤسساتها، معناتها تستاهل كل هذا وأكثر. إن شاء الله مكسب يحافظوا عليه، وهذه دعوة مني للمواطني القلعة، راهو المكسب مكسبكم، وسعوا علينا بالكم وإن شاء الله ما تمشيوا كان فرحانين، وشكرا. فراس بوراوي كيت رئيس مصلحة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مسؤول على خليط الجرايات. اليوم تشرفنا باش ناخذ مسؤولية دار خدمات بالقلعة الكبرى، صار الافتتاح اليوم وان شاء الله نكونوا موافقين. الخدمات اللي تزداها الدار هذه اليوم مازالت يعني فيها شويه كتروشيك كما نقولوا احنا، باش تبدا تخدم فعليا. عندنا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدا يخدم على روحه، الكنام موجوده، ستيغ موجوده زاده، CNRPS ان شاء الله على قريب تبدا زاده الخدمات نتاعها موجوده. ان شاء الله الخدمات هذه تكون تقريب للمواطن، باش نوصلوا يعني باش المواطن ما يولي ما يتعبش وما يتنقلش يعني للسوسة ولا حاجة. إن شاء الله نكونوا موافقين، إن شاء الله نكونوا يعني في يعني ترحاب للمواطنين الكل، مرحبا بكم وإن شاء الله نكونوا موافقين. وكاو شكرا. مرحبا بتوستي في بالقلعة الكبيرة، هذا بشرى هالي القلعة الكبيرة، خدمات قربة المواطن، هذا بتكاثف جميع المجهودات من إدارة، من مسؤولين، من نواب، من جمعيات، من أحزاب، نوه في العمل هذايا بصفة خاصة المجهود البلدية من أعوان من إداريين. الأشغال هذه قامت بها البلدية، نحب نقول رانا ثم كفاءات ثم إمكانيات، وانا باش نخدموا ونكونوا في المستوى من حسن إلى أحسن إن شاء الله، إن شاء الله ونثمنوا مجهود للسيد المعتمد إلا بكل أمان، عمل مجهود كبير ياسر بالتنسيق مع جميع الأطراف، وإن شاء الله هذايا كما نقولها قطر، وإن شاء الله ننتظر الغيث بالتوفيق وبارك الله فيكم. Thank you.